المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. قررت البارحة توقيع القانون كما وقعت اليوم الآن مراجعة الطعن بدستوريته. رئيس الجمهورية يطعن بدستورية قانون التمديد بعد صدوره في الجريدة الرسمية. لا مركز عسكري ولا قاعدة صواريخ إلا بيوت أمي. صواريخ من الجانب السوري تستهدف للمرة الأولى قرى بعلبك وآخرها اثنان مساء في خراج بريتال ونحله. مجزرة جديدة ومعارك ضارية في القصير والجيش الحر يطلق معركة نصرة المدينة. صباح الخير. التمديد للمجلس النيابي في المسار القانوني الدستوري. فقانون التمديد صدر في ملحق للجريدة الرسمية، ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان كما وعد تقدم بمراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري للبت بها، مفندا الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الطعن، آملا أن يقوم المجلس باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة. وبانتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري فإن الأنظار اتجهت إلى استحقاق آخر متصل بتشكيل الحكومة. وفي هذا السياق سجل اجتماع في بعبدة بين الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية في وقت لا تزال مصادر الرئيس المكلف تشدد على ضرورة تشكيل حكومة بعيدة كل البعد عن الاستفزاز وأن يكون في سلم أولوياتها تأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي. أمنيا وفي الساعات القليلة الماضية كان لافتا وللمرة الأولى استهداف عدد من قرى قضاء بعلبك بالصواريخ من الجانب السوري كالنبيشيت وبريتال وعدد من القرى المحاذية للسلسلة الشرقية. البداية من كلمة الرئيس سليمان. لقد كان أول ما لفتني التساؤل حول أنه كيف لرئيس الجمهورية أن يوقع قانونا لا يتوافق مع الأحكام الدستورية ثم يطعن به وكأنه يطعن بتوقيعه، وإن جوابي لهم هو أن المادة 19 من الدستور لا تجيز التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون قبل صدوره. وتساؤل آخر تداوله الكثيرون بأنه كيف أن الرئيس لم يستعمل صلاحياته الواردة في المادة 57 من الدستور بالمبادرة إلى رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر به، فكيف يمكن لرئيس الجمهورية الإقدام على ذلك بعد أن أقدمت اللجان المشتركة ولجنة التواصل النيابي باستهلاك كل الوقت المتاح للتوافق على صياغة قانون جديد للانتخابات، بالإضافة إلى التقاعس بعقد الجلسة العامة لمجلس النواب وتأخيرها حتى آخر يوم من العقد الحالي 31 أيار، مما أدى إلى إفراغ أحكام المادة 57 المذكورة من فحواها وهدفها، وأصبح رد القانون وكأنه تعبيد الطريق إلى الفراغ، كون المجلس يصبح غير قادر على الانعقاد لانتهاء العقد التشريعي. كما أني قد استبعدت اللجوء إلى استعمال هذه المادة احتراما لصلاحيات مجلس النواب الذي عمد أيضا من خلال التأجيل المتراكم لانعقاد جلساته إلى إفراغ هذه المادة من فحواها وهدفها، ولأسباب أهم تتعلق بالمصلحة الوطنية العامة وعدم المشاركة في خطيئة الوصول إلى الفراغ، لأنه أيضا لا مجال لانعقاد مجلس النواب في هذه الحالة بعدما انتهى العقد التشريعي للمجلس. لكل ما تقدم كان قراري من بين الخيارات المتاحة لي، لذلك قررت البارحة توقيع القانون كما وقعت اليوم الآن مراجعة الطعن بدستوريته، وكل أمل أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره
حولها بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة. وعلى الجميع أن يسمحوا لأعضاء المجلس الدستوري أن يكونوا ناكرين لجميل السلطات التي عينتهم، وذلك بهدف الإتاحة للمجلس النيابي أن ينعقد مجدداً للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وأقرار قانون انتخاب جديد وفي إجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة وفقاً لأحكام القانون الساري المفعول في حينه، ولكي يتاح أيضاً للمرشحين وللفاعليات السياسية المتسع من الوقت لتحضير حملاتهم الانتخابية وتفعيل جهوزيتهم للمشاركة في هذه العملية الانتخابية. وكان الرئيس سليمان قد التقى في القصر الجمهوري رئيس المكلف تمام سلام الذي وضعه في أجواء المشاورات والاتصالات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة وضرورة الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري. سليمان التقى أيضا مستشاره السياسي الوزير السابق خليل الهراوي بعد عودته من بكركي، موفدا إليها من الرئيس سليمان للتشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في شأن الاستحقاق الانتخابي والخطوات اللاحقة لقرار تمديد المجلس النيابي لنفسه. الوزير السابق خليل الهراوي قال لصحيفة النهار إن الرئيس سليمان يتجه إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في حال قبول المجلس الدستوري الطعن ليمدد المجلس لنفسه شهرين بغية إنجاز قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، وإذا تعذر ذلك تجري الانتخابات على أساس القانون النافذ حاليا. وأوضح الهراوي أنه في حال لم يقبل الطعن فإن سليمان سيسعى مع القوى السياسية إلى إنجاز قانون جديد وسيتمنى عليها تقصير الولاية الممددة وإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، وإذا لم يفعلوا فلا حول ولا قوة. من جهته أوضح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لصحيفة المستقبل أنه سيعين مقررا لإعداد تقرير حول الطعن يوم غد الاثنين، وأكد أن أمام المقرر مهلة قصوى هي 10 أيام لإنجاز مهمته. وبعد رفع تقريره يدعو رئيس المجلس أعضاء المجلس إلى جلسة مفتوحة لاتخاذ القرار ضمن مهلة قصوى هي 1 شهر من تاريخ تقديم الطعن. وأوضح أن القرار في المجلس يتخذ ب7 أصوات كحد أدنى من أصل 10، فإذا لم تتوفر 7 أصوات للقرار لا يتخذ قرار، وبالتالي يعتبر قانون التمديد نافذا في هذه الحالة. قال الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام لصحيفة الحياة أنه لم يعد هناك من مبرر لتأخير تشكيل الحكومة، معتبرا أن استمرار الفراغ الحكومي لا يقل الضرر عن الفراغ النيابي الخطير الذي استوجب اتفاق القوى السياسية والنيابية على التمديد للبرلمان. وردا على سؤال عن أن قوى 8 آذار تطالب بحكومة سياسية قال إنها حكومة سياسية لكن من الحياديين، مذكرا بأنه يريد حكومة مصلحة وطنية من أبرز مهماتها الانتخابات وأمامها ملفات أخرى اقتصادية ومعيشية وأمنية، موضحا أنها لن تدوم 17 شهرا لأن الدستور يفرض تغييرها مع بداية عهد رئاسي جديد. بعد التمديد لمجلس النواب مواصفات ومعايير متعددة لتشكيل حكومة مرتقبة، تقرير منير الربيع. خلط أوراق حكومية أنتجه التمديد لمجلس النواب، تمديد أطاح بالطرح السابق بشأن تشكيل حكومة انتخابات، فالرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام متمسك بصيغة 3 ثمانيات ومصر على عدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق، فيما المعطيات تشير إلى تشدد قوى 8 آذار في مطلبها تشكيل حكومة سياسية تحصل فيها على الثلث المعطل. قبل التمديد لم أكن أرى إلا حكومة سياسية، بعد التمديد لا أزال أرى حكومة سياسية، هذه تركيبة البلد وواقع البلد ولا بد من أخذه بعين الاعتبار. نحن أمام خيارين، إما أن نذهب إلى تسوية شاملة وهذا أمر برأيي غير متوفر الآن، إما أن نذهب إلى تسوية مؤقتة، تسوية انتقالية
تسوية انتقالية، يعني نكون واقعيين، عندما نقول تسوية لمرحلة انتقالية يعني لن يستطيع أحد أن يفرض شروطه وأن يشكل الحكومة وفق ما يريد. على الحكومة العتيدة أن لا تكون مستفزة لأحد، ولكن في نفس الوقت أن لا يكون فيها تمثيل حصري لأحد أو تمثيل مباشر لأحد، بمعنى تحظى بأوسع تأييد ممكن، ولكن دون أن تكون محسوبة مباشرة على فريق بعينه. وأعتقد هكذا مواصفات تتناسب مع المرحلة الدقيقة التي نعيشها. بمعنى آخر، حزب الله متورط في الدم السوري، متورط بقتل الشعب السوري في القصير، في منطقة دمشق، في مناطق أخرى من سوريا. من غير المنطقي ومن غير المعقول أن يكون حزب الله بشكل مباشر متواجدا في الحكومة، من غير المعقول أن يكون هذا التواجد تحت عنوان شرعي يشرع هذه الجرائم التي تحصل في سوريا. الانقسام الحاد الذي يعيشه لبنان يعرض الأمن الاجتماعي والاقتصادي للخطر، والجميع يتحدثون عن وجوب تشكيل الحكومة، فهل يتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟ لابد من تشكيل حكومة قريب عاجل، لا بالنهاية لابد من حكومة، ولكن أقول في القريب العاجل حكومة، لا أرى حكومة في القريب العاجل. يجب أن تشكل الحكومة في القريب العاجل، لأن القضية ليست قضية تشكيل حكومة من حيث الشكل فقط، القضية قضية الناس ومصالح الناس، هناك الكثير من الأمور المعطلة والتي على الحكومة أن تعالجها. تأثير الحرب السورية على لبنان لا سيما مع انخراط حزب الله فيها ينذر بعدم اهتمام هذا الفريق بتشكيلها والبقاء في ظل تصريف الأعمال، وما التمديد إلى المجلس النيابي سوى خير دليل على ذلك. لكن حل عقدة التشكيل يبقى في يد الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، فهل ينقذ لبنان من مرحلة تصريف الأعمال إلى مرحلة الحل المنتج والمحصن لوحدة البلاد؟ توسعت رقعة المناطق اللبنانية المستهدفة بصواريخ من الجانب السوري، حيث شملت للمرة الأولى النبيشيت وسرعين وعددا من القرى المحاذية للسلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، واقتصرت الأضرار على المديات. ومساء سقط صاروخان، أحدهما في خراج بلدة بريتيل والثاني في خراج بلدة نحلي، ولم يتسببا بأضرار. للمرة الأولى تصل الصواريخ السورية المصدر إلى قرى وبلدات بعلبك المتاخمة للسلسلة الشرقية، بعدما كان مسرحها في الأسابيع السابقة منطقة الهرمل ومشاريع القاع. فقد سقطت 4 قذائف في منطقة الشعرة بين بلدتي سرعين التحت والفوق، واقتصرت الأضرار على الماديات وبعض الحرائق الطفيفة تمكنت أجهزة الدفاع المدني من إخمادها. هذا صاروخ أحوهانا لك وين هو موجود هانجي، وفي صاروخ اجى مع البيت كمان من الجانب هي، وصاروخ لورا وصاروخ لقدام شوي، وكشفت عليهم حضرتك واجى الجيش كشف عليهم. ومثل ما شفت يعني لا مركز عسكري ولا قاعدة صواريخ، الا بيوت امني فيها اطفال وفيها نساء وفيها جميع امنين لحين شغلهم وعملهم. كما سقط عدد من القذائف في جرود بريتال والناصري والنبيشيت ليبلغ عدد ما أطلق 16 صاروخا على المنطقة، وتم توقيف 4 أشخاص سوريين للتحقيق معهم. وتزامنا أطلق مجهولون النار عند 32 دقيقة ليلا على مقام السيدة خولة على المدخل الجنوبي في مدينة بعلبك، وأصيب المقام بعدة رصاصات، وأصيبت سيارة من نوع جيب X5 كانت متوقفة أمام المقام، وقد تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف مطلقين النار. السياسة القمعية التي يفرضها حزب الله في مناطق نفوذه بلغت حد الاعتداء على رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ أحمد العمري بعبارات نابية. تقرير شرب العبود. حتى الرأي الآخر كلاما لم يعد مسموحا في مناطق نفوذ الأمر الواقع. اعتداء وكلام سوقي على سيارة رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد العمري إمام مسجد الروضة في برج البراجنة، الشيخ المعروف برأيه المعارض للنظام السوري الذي يفتك بشعبه. اعتداء سبقته تهديدات مباشرة وغير مباشرة. الرسائل التي وصلتنا رسائل شبه فيها تهديد من وقت لآخر، نحن لا نسمح لا نقبل، كيف الشيخ يعني يعترض على النظام السوري، كيف يسمي أحيانا رؤوس النظام السوري، كيف يعترض على حلفاء النظام السوري.
كان هناك رسائل كلامية، كان هناك رسائل فيها سب وشتم ولعن، وكان هناك حتى رسائل خطية، ومن أواخرها عندما اعتدي على الشيوخ حيث قاموا بحلق لحى أحد الشيوخ، كتبوا على جدار الممر الذي هو بقرب منزلي: الشيخ أحمد العمري جاي دورك. طبعا هذه يعني مسائل ما كنا نحن نعول عليها كثيرا، إلى أن جاء الحادث الأخير وهو مسألة الاعتداء على السيارة. وللأسف يعني عجبا لهؤلاء القوم، لا يستطيعون أن يتحملوا الرأي الآخر، فيرسلون يعني من سفهائهم ومن حمقاهم، ثم يقولون هؤلاء عناصر غير منضبطة. من المسؤول عن هذه العناصر في منطقة الضاحية الجنوبية؟ في العلن يحاضرون بوأد الفتنة ويطالبون بصون العيش المشترك، وعلى أرض الواقع اعتداءات وعنف كلامي ومحاولة ترهيب فكري لمن يخالفهم الرأي. تعرض الزميل المصور في وكالة الصحافة الفرنسية غسان سويدان للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين إثر عودته إلى منزله في منطقة البداوي، ونقل إلى المستشفى بحال حرجة. وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي وبدأت التحقيقات لكشف الفاعلين. في النشرة بعد هذا الفاصل: أردوغان: احتجاجات اسطنبول مفتعلة ولا مبرر لها. أهلا بكم من جديد. مع احتدام المعارك في القصير، اتهمت لجان التنسيق المحلية في المدينة مسلحي حزب الله بارتكاب مجزرة جديدة، لافتة إلى أن المعارك على أشدها. تتواصل المعارك الضارية بين الجيش الحر وكتائب الأسد في مدينة القصير، حيث يتأكد مع كل جولة من المواجهات الميدانية أن القصير تدق المسامير في نعش غزوة إيران وحزب الله على المدينة. المواجهات في الساعات الماضية على حالها في المدينة التي لا تزال مسرحا لأعنف المعارك، قصف مكثف من شتى المحاور تستخدم فيه المدفعية الثقيلة وصواريخ أرض أرض، إلى جانب القصف الجوي المكثف، وآخرها مواجهات في محيط قاعدة الضبع الجوية ارتكب فيها النظام مجزرة جديدة بحق المدنيين. أكثر من 80 جريح هلأ، بس هلأ أصيبوا. طيب نحن شو بدنا نعمل؟ الجرحى ما عم نحسن نطلعهم خارج القصير، والمدنيين العالقين ما عم نحسن نطلعهم خارج القصير. القصف الأسدي لم يستثني حتى سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى، ما أدى لمقتل 8 مدنيين في المحور الشرقي لقصير. ومن جهة أخرى، أكد الائتلاف الوطني القوى المعارضة والثورة السورية في بيان له على استمرار الشعب في نضاله لتحرير أرضه مهما كلف الأمر، لإجبار حزب الله على سحب قواته من جميع الأراضي السورية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع في القصير، ودعا الطرفين إلى السماح بخروج المدنيين، في حين حذرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بأنها ستحاسب على ما تسببه من معاناة للمدنيين المحاصرين داخل المدينة. في شأن ميداني آخر، قتل أمس أكثر من 100 شخص برصاص كتائب الأسد التي قصفت بشكل عنيف ريف دمشق وحمص وحلب. الأزمة الإنسانية تزداد يوما بعد يوم جراء تجديد نظام بشار الأسد الخناق على الغوطة الشرقية بريف دمشق، إذ تواصل القصف على أطراف البلدة من جهة تايمكو، حيث سقط العديد من الجرحى بينهم أطفال، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام. وفي تطور آخر، قال المركز الإعلامي السوري أن إدارة الحرب الكيماوية التابعة لنظام بشار الأسد تقوم بتوزيع أقنعة واقية من الغازات السامة على الجنود في الغوطة الشرقية وحرستا ودومة وعين ترمة، واستخدمت كتائب الأسد المدفعية الثقيلة لقصف أحياء عدة في العاصمة دمشق، منها حي برزة والأحياء الجنوبية من العاصمة، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مناطق في درعا وريف إدلب ودير الزور. أكد ناشطون أن أجهزة النظام قامت بإعدامات ميدانية في سجن حلب المركزي طالت أكثر من 100 معتقل، بالتزامن مع اشتباكات على أكثر من محور. وإلى حمص،
حيث تحولت مستودعاتها إلى مستشفيات ميدانية. صعدت كتائب الأسد عملياتها العسكرية، فيما دكت أحياء غرناطة والحولة والغنط والدار الكبيرة وتدمر وتلبيس بعشرات القصف، بالإضافة إلى الرستن التي تعرضت لقصف مدفعي عنيف بعدما سيطر الجيش الحر على عدد من المواقع التابعة للأسد. وإلى ريف حما لم تسلم أحياء سهل الغاب وقلعة المضيق من قصف عشوائي. وفي اللاذقية أفادت الأنباء من التدخل باحتدام الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في جبل النوبة، فيما استهدفت قريتا سلمى وناحية رباعة بالقذائف المدفعية. ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالاحتجاجات التي وقعت في اسطنبول واصفا إياها بأنها أزمة مفتعلة ولا مبرر لها، مؤكدا أن خطط تطوير ميدان تقسيم ستتواصل رغم الاحتجاجات، في وقت تواصلت لليوم الثاني على التوالي التظاهرات المناهضة للحكومة. تتابعونا بعد هذا الفاصل. القصر الجمهوري يفتح أبوابه أمام اللبنانيين. ملامح إيجابية لإمكان إنهاء قضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز ظهرت بعد عودة وزير الداخلية مروان شربل واللواء عباس إبراهيم من تركيا. عاد وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيروت بعدما اختتما زيارة إلى تركيا استغرقت يومين، قاما خلالها باستكمال التفاوض في قضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز مع مسؤولين من الجانبين التركي والقطري، تهدف إلى إطلاق سراح هؤلاء المخطوفين. وتخلل اللقاءات مناقشة تفصيلية للائحة أسماء المعتقلات التي كان الجانب التركي قد استلمها من الخاطفين ونقلها بدوره إلى لبنان. وكشفت مصادر معنية للنهار أن تقدما لافتا أحرز في هذه القضية من شأنه أن ينهي ملف المخطوفين خلال أسبوع ما لم تظهر عقبات جديدة. وكشفت هذه المصادر أن الخاطفين سلموا لائحة جديدة إلى الوفد اللبناني بأسماء معتقلين في سوريا، وأشارت إلى أن هذا التقدم حصل عقب لقاء هو الأول على الحدود التركية السورية، وضم إلى الوفد اللبناني مدير الاستخبارات التركية وأحد الوسطاء الأتراك وأحد مسؤولي ما يسمى لواء عاصفة الشمال في أعزاز سمير العموري. وسلم الوفد اللبناني إلى العموري لائحة بأسماء معتقلات لدى السلطات السورية، ويفترض أن يطلع إبراهيم المسؤولين اللبنانيين على نتائج المفاوضات على أن يزور دمشق لاحقا لتنسيق آلية نقل السجينات إلى تركيا. القصر الجمهوري يفتح أبوابه أمام المواطنين. اتخذ رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مبادرة هي الأولى من نوعها معلنا عن فتح أبواب القصر الجمهوري أمام المواطنين الراغبين بالتعرف على مقر القرار الرسمي في البلاد كل أول نهار سبت من كل شهر. وفي أول يوم من الزيارات التي يسبقها طلب مقدم قبل 3 أسابيع كانت الإجراءات الأمنية مسهلة أمام المواطنين، فيما عملت دائرة المراسم على تعريف الزوار على قاعات القصر. أحب فخامة الرئيس واللبنانية الأولى أنه يفتحوا قصر جمهوري لكل الشعب اللبناني ولا أكيد الأجانب يلي جايين من برا تيزوروا يشوفوا قاعاته ويشوفوا كيف طريقة عمله، وفي أكيد الأثرات اللي موجودين فيه ومختلف القاعات. أكيد تيطلبوا الموعد بفوتوا على موقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية، في عندك للمؤسسات وللأفراد بيعبوا استمارة بيبعتوها على مراسم رئيس الجمهورية وبينطروا منا نحن اتصال تنحدد لهم الموعد. الجولة تبدأ من قاعة انعقاد مجلس الوزراء مرورا بمكتب رئيس الجمهورية والبهو الرئيسي وصولا إلى قاعة 22 من تشرين الثاني وقاعة 25 من أيار وقاعات المناسبات الرسمية وصولا إلى حديقة الرؤساء حيث تغرس أشجار الأرز باسم الرؤساء الضيوف. شيء بيسعدنا جدا انه يكون فخامة الرئيس قريب من الشعب مثل ما هو فعلا قولا وفعلا. جولة حلوة، عم تعرف على مبنى لبنان اذا بدك بيمثل لبنان. كان عندي هالحرق انه انا مثلا اساسي لبناني وبعز علي كثير لبنان، وكيف ما بعرف قصر بلادي وما بعرف المراكز القرابة بلادي، اليوم ما فيك أوصلك قد ايه سعيدة جدا. زوار القصر التقوا صدفة الرئيس المكلف تمام سلام الذي كان يزور الرئيس سليمان، وألقوا التحية عليه، وقد تعرفوا أيضا على تاريخ القطع الأثرية والفنية الموجودة في أرجاء قصر بعبدة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ القصر الجمهوري والرؤساء الذين تعاقبوا عليه.
هنا تنتهي الجولة بصورة تذكارية يحملها الزوار معهم كذكرى وتجربة اختبروها لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وستبقى مفاعلها في ذاكرتهم على أمل أن تبقى أبواب القصر مفتوحة أمامهم وأمام مطالبهم دائما. من قصر بعبدة، شهير دريس، تلفزيون مستقبل. والآن تذكير بالعناوين. قررت البارحة توقيع القانون، كما وقعت اليوم الآن مراجعة الطعن بدستوريته. رئيس الجمهورية يطعن بدستورية قانون التمديد بعد صدوره في الجريدة الرسمية. لا مركز عسكري ولا قاعدة صواريخ إلا بيوت أمني. صواريخ من الجانب السوري تستهدف للمرة الأولى قرى بعلبك وآخرها اثنان مساء في إخراج بريتيل ونحلي. مجزرة جديدة ومعارك ضارية في القصير، والجيش الحر يطلق معركة نصرة المدينة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.